هلا اذا بتطلعوا على هاي، هاي مثلا اربعه من الحلول الممكنه. هلا هدول، هلا هذا لانه اوفست، في هون اوفست، بلاش نستعمل كلمه اوفست اللي هي الدي، في عندي موفمنت، فهذا بقدر اسميه رايت هاند وليفت هاند سوليوشن. انا بدي احكي لكم شيء معلش بضحك، لهذا هو كانه باكل بايده اليمين او باكل بايده الشمال، مزبوط؟ هاي هيك الايد هيك جاي، مزبوط؟ وهاي كيف جابها؟ لفت هاي من هون هيك وبعدين لف 180 درجه، فكانه هون. فهلا هاي صارت مين الليفت هاندد؟ هاي ليفت هاندد سوليوشن، فهذا ال من الموضوع، وهذا رايت هاندد سوليوشن. كمان في عندي البو اب والبو داون، واضح الالبو اب والبو داون، اوكي؟ فهي اعطاني اربعه، وهذول الاربعه بردوا بتكرروا بدلاله باوبشنز تبعت الريست، فالريست ممكن اعمل له فليبنج، فممكن انا اعمل هيك او اعمل هيك، فهي بتعطيني سوليوشنز ثانيه. اذا بعمل اظن بغير ثيتا، ثيتا 4 و5 و6 بغيرهم بحيث اني اقدر اجيب نفس الاورينتيشن بتغيير الزوايا، فبطلع عندي 8 سوليوشنز. في هلا هو عامل بالروبوتكس تول بوكس معمول اوبشنز، والاوبشنز انا حاولت احطها هون حتى تشوفوا مجموعه اوبشنز. فالاوبشنز هون مثلا حاطط هو هي ال ال اللي هي ليفت هاند ليفت هاند ليفت هاند ليفت هاند او رايت هاند رايت. ليش طيب مع 8 مش 6؟ كنا بنشتغل على الشجره، عندي هون ليفت وعندي هون رايت، مضبوط؟ بعدين هون عندي البو اب البو داون، البو اب البو داون، وبعدين عندنا فليبت فليبت ريست او ان فليبت او نوت فليبت. فهي الثمان سوليوشنز، اجوا من اثنين للقوه، زي ما هو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذا اللي هو L U F L D، عفوا L U F L U N L D F L D N وهكذا، هذول هم الثمانية المختلفين. ففي عندي إمكانية بالبوما 5-6، هذا هاي حالة خاصة للبوما 5-6 لأننا عارفين كيف تركيبته، هاي مش لأي روبوت، هاي بتصير بهذا بحالة هذا الروبوت. هون في عندي هذول الأوبشنز مختلفة، فانا عمالي بحاول اجبره يروح على سولوشن معين لهدول، واحده راح تكون رايت هاند، واحده راح تكون ليفت هاند، وراح تلاقي ثيتا 1 لفت كله، هو لف حوالين نفسه عشان يصير الايد تبعته او الشولدر تبعه رايت هاند وليفت هاند. خلينا نعمل هدول. هلا راح اخذ انا بوزيشن معين اسمه كيو ان، هذا محدد كمان بال، فهي عرف بوما 560. هلا راح اشوف شو هو الكيو ان. الكيو ان هو بوز معين بس محدد بدلالة الزوايا ومش زيروز هدول. على فكرة البوزيشن كيو زيرو أو كيو زد في هذا هو الانيشال بوزيشن تبعه اللي فيه تكون كل الزوايا زيرو، مشكلته هذا فيه سنجولاريتي، هاي الوضعية سنجولاريتي. ليش؟ متذكرين ليش؟ ليش هاي الوضعية سنجولاريتي؟ ثيتا 5 زيرو، لما ثيتا 5 زيرو صار الاينمنت بين زد 4 وزد 6، فهي الوضعية اتس نوت ا جود بوزيشن تو ستارت فروم. فهو حاطط هون ان كيو ان كيو بوزيشن مختلف لل، فرح ناخذ هلا احنا كيو ان هون، وعلى كيو ان رح نحاول نطلع الاوبشنز المختلفه حتى نحل كيو ان. فحتى نعمل هيك، عفوا هون التي، فالتي طلعناها بدلاله كيو ان فاعطتني اللي هي البوز بدلاله تي، فهي البوز بدلاله تي يعني في روتيشن معينه وفي هون اوفسيتس الريست. هلا هذا بدنا نطلع ايش الكيوز اللي بتحققه. هلا واحده منهم اللي بتحققه شو لازم تكون؟ هاي ما انا جبته منها، مش هيك؟ انا حطيت الزوايا على هدول الزوايا ورحت اطلعت على البوز لقيت هذا البوز، بس هو ايش برجع بقول لي؟ واللي هاي مش الطريقه الوحيده حتى تجيب هذا البوز، في 8 سوليوشنز. الثمان سوليوشنز هدول بامكاننا نجبره يطلعهم بالطريقه التاليه، فباجي باخذ رح احطهم كلهم. ايش رايكم نحطهم كلهم؟ نحط اثنين منهم هلا نتطلع منهم. هلا هدول شو اختلفوا الاثنين عن بعض؟ يو دي، فالالبو رح يكون مره اب ومره داون. خلينا نطلع عليهم، فرح اخذ هدول الاثنين واعملهم رن فطلعهم مباشره. ليش ما عملش اتريشنز هون؟ لانه عم نستعمل احنا ال 6 اكس اناليتيكلي، فاعطاني هي هذا. هلا واضح ان هدول بيختلفوا. هلا هاي نفسها ثيتا 1 بتختلف اللي هي ويست، لانه ما عملش رايت هاند وليفت هاند، وظلت الايد ايش هي؟ ليفت هاند بالحاله هاي ليفت هاند، فظلت هذه هيك جاي من هون الريست الويست عفوا ضل ثابت. مين اللي اختلف؟ الشولدر والالبو
فاذا جينا عملنا هلا هذول التنتين راح نعملهم بلوت، هذول بيختلفوا التنتين عن بعض، واحد بيختلفوا ما عدا هاي، البقيه كلهم بيختلفوا مظبوط، كل الزوايا مختلفه. هلا بنعمل له بلوت بي 560 بلوت، وراح اخذ هلا كيو 1 نطلع على كيو 1. هلا راح اعمل هولد لكيو 1 عشان نقارنه بكيو 2، راح اعمل هولد وفيجر، هي فتحنا فيجر جديد. راح نعمل الان بلوت لكيو 2، فصار عندي هذول الاثنين. ليش طلعوا الاثنين جنب بعض نفس بعض؟ أريد أكررها مرة ثانية. الهولد أون أظن عماله بعمل إشي لأني جربته امبارح حتى مشكلة. خليني أعملهم بلوت لحالهم بدون ما أعمل هولد أون. هاي كيو 2، هل كيو 2 مضبوط إنه داون؟ إلبو داون كان؟ لما إحنا أعطينا كيو 2 خلينا نطلع. داون. داون مضبوط هي. أوكي؟ هلا نرجع نعمل كيو 1 لحاله. الهولد ما بعرف الهولد شو عم بيعمل، كانه عم بيعمل هولدنج شيء بالفيجر، بس هي مضبوطه هاي. فهي هذه هون اللي هي الاولى، هي طلعت الالبو اب والالبو داون. هلا اذا بدك تعرف انه هو فعلا ليفت هاند، شايفينه كيف مايل هيك؟ لانه مضطر بايده هاي على هاي الجهه، فايش اضطر يعمل؟ زيد شوي عشان يقدر يجيبها. لو احولها لرايت هاند راح تلاقي برجع هيك من الشادو، هاي شايفين الشادو اللي هون؟ الظل تبعه. فلو عملنا هلا بدال ليفت هاند عملنا وحده البو اب رايت هاند، فلا اخذنا البو اب رايت هاند، هي البو اب رايت هاند كيو 5، وبعدين عملنا هلا بلوت بي 560 بلوت كيو 5. هلا هون بنطلع بين في لا دائما رجع شوي، ما رجع شوي لورا الشد انعكس، انعكس؟ انت شايف من هون هاي انعكس؟ مشكلتها انا حسيتها صغيره كثير مش قادر اشوفها واضحه، بس من هون واضحه انها هاي تحركت، كانت مايله اكثر هيك، راحت هيك لانه الايد كانت مايله. كانت العكس، كانت العكس، ايش اللي عكس؟ الشادو كان مش في جريتين زي هذا كان معكوس؟ طيب اوكي مظبوط اوكي لانه لف هو تماما على نفسه مش هيك؟ تاكد منها مره ثانيه اذا انت بتقول انه هاي كانت هيك او هلا هي هيك. خلينا نرسم الثانيه ونشوف اللي هي ايش كانت؟ كيو 1 اوكي مظبوط. هلا هي صعب الواحد اذا ما حطهمش فوق بعض صعب يشوف. مظبوط اوكي ماشي واضحه. هلا هاي اذا الانفرس كينماتكس بهاي الحاله احنا قدرنا نحددهم مش كل